يعني اعطاء البدائل المختلفه للتطوير، يعني استماره رغبات توزعت على السكان، ومن خلال المناقشه مع السكان تم يعني اقتراح بديل من ثلاثه امام السكان. البديل الاول ان هو يتعوض تعويض نقدي كامل، فلوس كامل يا فندم، ياخد تعويض كامل، تعويض كامل بقيمه الوحده الحاليه اللي هي قيمه الوحده قبل التطوير، وبيضاف اليها ما يقرب من 40,000 جنيه دعم مالي، دعم مادي. ده اول خيار او اول اوبشن. كام واحد خدوا الخيار الاولاني ده؟ حوالي 3100 اسره. خدوا كام فلوس؟ هي الفلوس بتتحسب بالغرفه، يعني عدد الغرف في الاخر الاجمالي تقريبا بيقيم على حسب، يعني انا لو عندي غرفتين الغرفه بتقيم ب 60,000 جنيه للغرفه، بالاضافه الى زي ما بقول لحضرتك 40,000 جنيه دعم مادي. ده اول حل. الحل الثاني اللي كان قدام السكان ان هو ياخد وحده مثيله مشابهه في الاسمرات، ودولاً كان حوالي 445 او 450 اسره اللي اتنقلت للاسمرات وارتضت ان هي تاخد وحده عينيه. كويس، هيسكن دول في الاسمرات، مش عايز يرجع هنا. مش عايز يرجع هنا بالظبط. طيب اللي عايز يرجع خد فلوس ثاني، يعني خد شقه وخد فلوس ولا ما خدش؟ لا، هو هي على حسب بقى التقييم، يعني في منهم على حسب تقييم وحده الاسمرات، في منهم اللي دفع قيمه بسيطه لان وحده الاسمرات كانت مثلا مميزه عن يعني عن الوحده اللي كانت في مسيره، او العكس ان هو خد وحده وخد فوقيها الفارق ما بين قيمه وحده الاسمرات وقيمه الوحده اللي كانت في. طيب ده النموذج الثاني، الثالث كان ايه؟ النموذج الثالث اللي هو ارتضى ان هو عايز يرجع يسكن في المنطقه. كويس، بس طبعا دول كام بقى عددهم؟ دول حوالي ما يقرب من 900 تحديدا 890 اسره. ايوه، الراغبين في العوده للمنطقه هو هيرجع للمنطقه، بس ارتضى ان هو هيدفع الفارق ما بين القيمه القديمه اللي هو يا يعني مثلا كانت وحدته مثلا ب 200,000 جنيه، هي دلوقتي الوحده اللي هياخدها طبقا للتعاقد معاه هي على حسب بقى نمط الايجار وعلى حسب عدد الغرف، هي بتتراوح من 400 ل 700,000 جنيه. الوحده هنا ما بين 400 ل 700,000 ده اللي هو هيدفعه، انما هي تكلفتها الفعليه، تكلفتها الفعليه من 950 لمليون ونص. التكلفة بس، التكلفة الفعلية. أيوة. من 950 لمليون ونص. انما في التعاقد يعني اللي هو الفعلي اللي هو هيدفعه ده بتكلم انا، ده كله متوسطات على حسب زي ما بقول لحضرتك المساحات وغيره كده بالظبط. انما اللي هيدفعه من المتوسط من 400 ل 700,000، يعني تقريبا 50% من قيمة الوحدة.